موجز العاشرة من الجزائر الدولية الإخبارية، أهلا بكم مشاهدينا. تبدأ اليوم بجنيف السويسرية المفاوضات المغلقة بين موسكو وواشنطن حول مسألة الضمانات الأمنية. هذا واستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التوصل لاختراق للأزمة الأوكرانية في الأسبوع المقبل من المحادثات بسبب ما اعتبرها هواجس فلاديمير بوتين في إحياء أمجاد الاتحاد السوفيتي حسب تعبيره، فيما شدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن بلاده تسعى لتنفيذ مهمة وفقا لشروط روسية. كشف المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف عن عقد قمة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في كازاخستان، في حين أعلنت وزارة الصحة الكازاخية أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن مصرع 164 شخصا، فيما لا تزال هناك بعض الجماعات المسلحة تقاوم بشراسة وتشتبك مع قوات الأمن المنتشرة في أرجاء مدينة ألماتا لمكافحة الإرهاب. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرب التوصل لاتفاق جيد في محادثات فيينا، مشيرا إلى أن المقترحات التي تضمنتها الرسائل الرسمية غير المباشرة من واشنطن باتت أكثر واقعية. وقال عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن الوصول إلى اتفاق في وقت قريب من عدمه يستوجب سعي الطرف الآخر في إشارة إلى الغرب، مؤكدا عدم رهن بلاده في محادثات فيينا لسنوات وتصميمها على الوصول لنتيجة عملية قائمة على المصالح الوطنية لإيران. أدانت السلطات الانتقالية في مالي العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب تأجيل الانتخابات واصفة إياها بغير المشروعة. وقررت مالي على إثرها استدعاء سفرائها في دول الإكواس وأغلقت حدودها مع هذه الدول ردا على قرار المجموعة. هذا وكان قادة المجموعة قرروا في اجتماعهم أمس بالعاصمة الغانية أكرا إغلاق الحدود مع مالي وتعليق التجارة معها وقطع العلاقات والمساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لن ترفع إلا بشكل تدريجي. علقت وكالات إغاثة عملها في شمال غرب إقليم تيغراي الإثيوبي بعد غارة جوية استهدفت مخيما للنازحين بحسب ما أعلنت وكالة الاستجابة الطارئة في حالات الكوارث التابعة للأمم المتحدة. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له أن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، مضيفا أن شركاء في المجال الإنساني علقوا نشاطهم في المنطقة بسبب التهديدات المستمرة بقصف جوي عبر طائرات مسيرة. دعت المستشارة الخاصة للأمين العام الأممي المبعوثة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، دعت إلى احترام إرادة الليبيين. وذكرت ويليامز عبر حسابها في تويتر أنها عقدت جلسة تشاورية بحثت خلالها مختلف التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القوة القاهرة. وتبعت ويليامز أنها استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى جوان القادم باعتباره إطار عمل أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل من أجل إنهاء الفترة الانتقالية طويلة الأمد في ليبيا. ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يستعد للإعلان عن تعديل حكومي وشيك بإضافة حزب رابع إلى الأغلبية التي تتكون من الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات التي جرت أكتوبر الماضي، وهو ما أثار حفيظة حزب الاستقلال بالخصوص. ويرغب حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة إضافة حليفه حزب الاتحاد الدستوري إلى هذه الأغلبية من خلال منحه حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي المرتقب رغم مرتبته السابعة في الانتخابات الفارطة. ويثير المقترح مخاوف حزب الاستقلال الذي اعتبر أن الحكومة الحالية تملك أغلبية عددية مطلقة كافية في مجلس النواب.
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيسا للمجلس إنه يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفقا للمواعيد الدستورية، فيما قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر. وانتخب مجلس النواب في دورته الخامسة الحلبوسي رئيسا له لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس وشخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني. ختام الموجز في أمان الله.